اعلنت الهيئه العامه للقوى العامله عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي للتعرف على طرق تحليل القوائم الماليه وتقييم الاداء بالتعاون مع جمعيه المحاسبين والمراجعين الكويتيه واوضحت الهيئه ان البرنامج سيسلط الضوء على البيئه العامه المرتبطه بالقوائم الماليه والقوائم المدققه ومعايير المحاسبه الدوليه محاور البرنامج تتضمن الأنشطة التشغيلية وتحليل السيولة ومؤشرات الإفلاس والعائد على المبيعات والأصول، كما ستساهم الهيئة بتغطية نسبة من قيمة هذا البرنامج التدريبي المقرر عقده خلال يوليو المقبل على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في السابع من الشهر ذاته.